انضم إلينا العقيد رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني من غزة. أهلا بك سيد رائد على شاشة الغد، كيف تتابعون ما يجري على الأرض الآن؟ يعني أسعد الله صباحكم وصباح جميع المشاهدين الأعزاء. كل طواقم العالم الساعة 8 صباحا يتم تبديل الشفتات إلا طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة. هذا ما يميزنا، نحن نقوم بتبديل الشفتات فوق أنقاض وبيوت مضروبة ومستهدفة وبشكل مباشر. طواقمنا تقوم بتبديل الشفتات وتبديل الدوامات أثناء الدوام. أخي الكريم، طواقم الدفاع المدني الآن تقوم بالانتقال من مهمة إلى أخرى. نداءات واستغاثات المواطنين لم تتوقف. الآن وصلتنا الإحصائية، أكثر من 1000 مهمة قامت فيها طواقم الدفاع المدني خلال العشرة أيام. وأنت تعلم أخي الكريم أن مهام الدفاع المدني قد تصل المهمة الواحدة إلى 5 ساعات أو 6 ساعات. نحن ننتشل الجثث وننتشل المواطنين من تحت الأنقاض باليد الفارغة. إمكانياتنا ضعيفة، سياراتنا بالية، قد تتعطل سيارة الإسعاف وسيارة الإنقاذ التي تخرج لإنقاذ المواطنين. الآن نحن في قطاع غزة نحتاج إلى دعم مباشر لجهاز الدفاع المدني. لا ينقصنا كادر. نحن نريد وبشكل عاجل الآن، لا تتأخروا أكثر. إن تأخر الدعم اللوجستي لجهاز الدفاع المدني يعني كثيرا من الشهداء، يعني كثيرا من الإصابات. هناك عجز رهيب في جهاز الدفاع المدني بما يخص موضوع المعدات، بما يخص موضوع السيارات. نحن لدينا كادر، أصبحت لديه خبرة واسعة، لكن ما ينقصنا الآن وفي هذه المرحلة بالذات هو المعدات اللازمة التي قد نستخدمها. القاعدة القانونية تقول كلما قلت الإمكانيات لدى رجل الدفاع المدني كلما بذل جهد أكبر. طواقم الدفاع المدني الآن تطحن في قطاع غزة حتى تستطيع أن تصل إلى شخص تحت الأنقاض. طواقم الدفاع المدني باليد الفارغة، لا يعقل أنه بمطرقة أقوم بتكسير الأسقف الإسمنتية. سيد رائد، يعني ما هو تعليقكم على ما جاء على لسان المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأستاذة سهير زقوط بأن هناك دعوات لاحترام الطواقم الطبية والدفاع المدني في غزة؟ نعم، ما هو تعليقكم على هذا التصريح؟ يعني هذا كفله لنا القانون الدولي، اتفاقيات جنيف كلها ضمنت لطواقم الدفاع المدني أن تصل إلى المكان دون تعرضها للخطر، وأن تعمل وأن تدعم بالأجهزة وبالمعدات، وأن يكون لها حيثية دولية وغطاء قانوني بالعمل في الأماكن التي يتم فيها النزاعات أو الإشكاليات أو التعديات. كل هذه الأمور كفلها لنا القانون. نحن نعمل ضمن يعني منظومة، نحن نعمل ضمن يعني قانون دولي يجمعنا، نحن عضو في الحماية الدولية. جهاز الدفاع المدني مشكور الصليب الأحمر على تعاطيه مع جهاز الدفاع المدني في حالة يعني طلب بأن ينسق على في المناطق التماس. هناك يعني توصيات من الصليب الأحمر باحترام الدفاع المدني والطواقم الطبية. كل هذه الأمور كفلها لنا القانون قبل ذلك. ولكن هل هذه التوصيات جاءت بنتيجة مع قوات الاحتلال؟ أنا أقول وبوضوح، كل من هو في قطاع غزة تحت مرمى النار. أخي الكريم، لا أمان في قطاع غزة الآن. الآن الجميع معرض لأن يفقد حياته خلال ثانية. في بعض الأحيان تقصف المنازل دون سابق إنذار، هذا شيء مزعج للغاية. هذا يرفع من نسبة الإصابات ومن نسبة الشهداء، وقد يعني يصل إلى مرحلة المجزرة مثل المجزرة التي حصلت في منزل أبو العوف ومنزل الكولك. هذا يعني شيء يعني لا يصدقه عقل. دون سابق إنذار يتم استهداف المنازل وأطباق هذه المنازل على أهل القاطنين، أطفال، نساء، شيوخ، شباب. أنا لا أعرف هذا كيف يفسر وبأي مبرر يتم عمل ذلك. طيب سيد رائد، سريعا مطالبكم من المجتمع الدولي الآن. أخي الكريم، لدينا رسالتين. الرسالة الأولى
إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. عليهم أن يتحركوا بشكل عاجل. نحن الآن نستغيث بكم ونقول أن جهاز الدفاع المدني الخدماتي الذي لا لون سياسي له وبعيدا عن المناكفات، نريد سيارات إطفاء، نريد الآن صهاريج مياه، نريد الآن طواقم تعزز الطواقم الموجودة لدينا، نريد معدات، سيارات إطفاء، سيارات إنقاذ الآن وبشكل عاجل. أخي الكريم، توجهوا إلى الجانب الآخر، اطلبوا منهم دخول السيارات، أرونا عذركم، لا ترونا قبحكم. الآن الرسالة الثانية إلى المجتمع الدولي، نحن الآن في قطاع غزة نطحن، والقوانين هي تكفل لنا العمل وبشكل سهل وجيد، والقوانين الدولية أيضا تكفل لنا الدعم، الحماية المدنية، من يتشدق بالإنسانية عليه أن ينظر إلى جهاز الدفاع المدني الخدمات الموجود داخل قطاع غزة نظرة مهنية، وأن يتعامل مع هذا الجهاز كجهاز خدماتي. نعم. بعيدا عن السياسة. نعم، العقيد رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني، كنت معنا من غزة، أشكرك، شكرا جزيلا لك.